مواقف ما حيسويها إلا واحد مستقل ما يدير بال لابس الدنيا لابس كلهم بحذاء. هذول متقاتلين على السلطة وهذه أمريكا تسوي لها سلطة. هو العيوب مالتنا كلها عيوب. طيب وكيف كانت علاقتك معاهم بعد 2003 بعد أن عدت للعراق يعني؟ ما لم أشترك في أي عمل معهم. دخلت للبرلمان وصلت. شوف شلون اكو تفكير مو ما ادري ايش اسميك. انت تعتبر واحد بالبرلمان ينتخبون ناس هذا الحكومه قاعد وين ما يصير هذا شعب وين ما يصير واسرائيل وين تريدني وين اروح انا عراقي الحكم لشرعيتي هو الناس والناس ينتخبوني بالبرلمان اقول لهم ما 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 اروح لا الشرعيه الوحيده هو لمن ينتخب العراقيون سواء كان يميني يساري بعثي قومي اسلامي شنو يكون ما دام الناس منتخبته انا منتخب. اذا العلاقه مع السياسيين او الطبقه السياسيه كانت متوائمه بالتاكيد اكو نقاط تلتقي ونقاط تفرق. يعني لا يستطيع احد ان ياتي ويرشح للبرلمان ويفوز لا اي واحد اعرف ايش تقصد اي واحد له حق يرشح بالعراق اي واحد له حق يرشح بالعراق الوحيد اللي بلد ديمقراطي بكل الفترة هاي كان ديمقراطي الإسلامي والإيراني إسلامي مستقر والإيراني والقومي والبعثي السوري والبعثي العراقي كلهم يرشحوا ولكن أيضا بالمقابل هناك الكثير من العراقيين اللي شافوا نفسهم أنهم غير قادرين على الانخراط بالعملية السياسية لوجود لاءات انت عليهم. العملية السياسية مو المعارضة شلون تفكر شلون تفكيرك انت شلون تشتغل شلون تربط المعارض والعملية العملية السياسية هو الحكم اما المعارضة مو عملية سياسية هو اللي عارض سياسة الدولة انت شو تريد مني لو كنت بالدولة فاعتبر بالعملية السياسية لو كنت معارض انا تقول لي معارض خنت المعارضة خذلت المعارضة المعارضة مشت اللي أريده نعم ولكن هؤلاء أيضا كانوا معارضين مثلك من هم؟ اللي بالخارج اللي ما قدروا يجون أنت شو تجي تقول يعني شنو دولة عثمانية شو تري من الناس يعني أنت حاط لك مصدر لازم الناس تمشي على المصدر مالتك شنو الناس الأحرار شو يجوزون هم عندهم كيان إنساني وكيان فكري مستوى وعقلاني هم يمشون عليها شو يريد هو هذا شيوعي هذا بعثي ولهذا أنا ما اصطدمت أبدا لا بعثي ولا بشيوعي ولا بعثي يساري ولا بقومي ولا بإسلامي من حقهم مشكلتنا بالعراق أن الحاكم يريد الناس من طينته صدام بعثي لازم يكون ناس بعد ما يصير شلون حكي عاد رجتم للجبهة الوطنية قلت للاتحاد السوفيتي سوى اجراءات الاتحاد السوفيتي قنع الحزب الشيوعي اجى الحزب الشيوعي مال بيوم اللي احنا جو سوينا الجبهه الوطنيه وزعنا تعليمات ما هي افكارك لتفتيت الحزب الشيوعي بالله عليك هاي شلون يصير هو جاي يشتغل وياي هاي الاشياء الجديده اللي ما حسامها هو جاي يشتغل وياي واني بدي احكمه بالانذار نعطي لايت للشيوعي والسلاح للبعثي هاي شنو حاجه وقبلوا بهالدور هذا الشيوعيين صبروا على البعثيين هوايه